طيب خلينا الحقيقة أنا عايز أقف، يعني كنت يعني عايز أقف لأنه أنا لما سمعت الكلام ده أصبت بصدمة، رغم إنه إحنا تعودنا على حالة الانفلات، يعني إنجاز التعبير، إنه كل من هب ودب بيقول أي حاجة وبيتكلم زي ما هو عايز وبيقول في أوقات كتير جدا مغالطات هو شخصيا يعرف تماما إنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وبيقول في أوقات كتير جدا أكاذيب عشان يبعد عن نفسه الشبهة أو المسؤولية أو يحاول إن هو يضلل الرأي العام، لكن كل ده بيحصل عندنا هنا منا وفينا زي ما بنقول كده، فما بنتكلمش. والحقيقة برضو إنه إحنا يعني طريقتنا أو أسلوبنا في التناول الإعلامي لده مقدرين تماما حجم المسؤولية اللي بتقع ومرتبطة باسم وكيان وشعار نادي الأهلي، ومقدرين أيضا إن إحنا لو التفتنا للمهاترات دي هنضيع وقت كبير جدا جدا يلهينا ويشتتنا عن إن إحنا نقوم بمهمتنا الأساسية وهي دعم النادي الأهلي في سبيل إنه يحقق كل أهدافه. ولكن اللي حصل ده كان خارج حدود العقل والمنطق، لأنه الإساءة فيه أعتقد إن إحنا لازم نتفق إنها ما كانتش بتمس النادي الأهلي بس، الإساءة فيه أعتقد إنها لمنظومة الكرة المصرية، وبشكل من الأشكال أنا أحطها لاسم مصر. أنا حابب حضراتكم تشوفوا الكلام اللي قاله الكابتن ميدو. هو مفترض إن هو إعلامي، يعني مدرك تماما وواعي تماما، مدرك تماما وواعي تماما، ويتحمل تماما مسؤولية كل كلمة بتصدر عنه. مهم جدا نفهم الكلام ده اتقال ليه، ومهم جدا نشوف الكلام ده اتقال فين ونرجع نتكلم. نسمع مع حضراتكم. هما لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هما واقعين في سكة الاهلي المصري. هيتلاقي كمية اصابات الفترة الجاية غير طبيعية. والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي تلاقي بص صليبي مش عارف مين اتوقف، المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبره، الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020، اتنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت، الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والتاني كذا. خلوا بالكم انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر من لاعب امام الاهلي المصري محمد روح. يعني مش فاهم طبعا، لانه في ناس قالت لك ده بيهزر، يعني اعتقد انه الكلام حتى وان كان هزار فيجب انه يحاسب عليه. الكلام ده اتقال على شاشه سعوديه في وجود ضيوف ومذيعين سعوديين على نادي مصري اللي المفترض انه حتى وان كان نادي منافس، يعني مفترض تماما انه حتى لو كان نادي في بينك وبينه منافسة، أعتقد أن ميدو هنا الزملكاوي هو اللي بيتكلم، يعني مش ميدو المحلل المصري اللي بيتم استضافته أو اللاعب اللي كان عالمي بيلعب في يوم من الأيام في أندية كبيرة اللي تم استضافته. واضح أنه هو بيتكلم بلسان حال الزملكاوي، لسان حال الزملكاوي دي ركز فيها كويس جدا، ويبدو أنه اللي فهمته من الكلام أنه محاولة للتشكيك في قدرات النادي الأهلي، أو محاولة للتقليل من نجاحات النادي الأهلي، بما أنه اتكلم على لقاء الأهلي واتحاد جدة المعتمد المحتمل، فهو بيشوف أنه الأهلي بيحقق بطولاته بالأعمال وبالسحر وبالشعوذة وبالدجل، ده اللي أنا فهمته من الكلام، على الرغم أنه هو أول واحد يعلم تمام العلم. طبعا المثل اللي هو قاله ده مثل يعني اتفه من ان انا ارد عليه، وان كان الحقيقه يمكن في نفس التوقيت اللي هو بيتكلم عن غياب مش عارف مين ومين في مباراه نهائي القرن، كان غايب عندنا اليو ديانج، وكان غايب من عندنا وليد سليمان، واليو ديانج كان بنص فرقه الزمالك في الوقت ده ان لم يكن بثلاث ارباعها يعني. لكن في جميع الاحوال مش دي القصه، القصه انك انت طالع تتكلم في وسائل اعلام مش مصريه عن نادي مصري بالشكل ده. ما اعرفش او ما اعتقدش باي شكل من الاشكال انك انت تملك دليل واحد، قرينة واحدة تثبت بيها قدام الناس كلها صحة ادعائك اللي انت ادعيته على النادي الأهلي، ومفهمش ومقبلش. والحقيقة أنا شخصيا مش ممكن أتحط في موقفك وأحط انتمائي مهما كان حبي وعشقي وولائي للنادي الأهلي قبل انتمائي للدولة المصرية وللشعب المصري. اللي انت عملته ده مش إهانة للنادي الأهلي بشكل من الأشكال، بقدم هو إهانة لمنظومة الكرة في مصر. الكرة في مصر والنادي الأهلي، ولا يعلم الحقيقة الأشقاء في السعودية إعلاميين ومحللين زي بالضبط الأشقاء في تونس والأشقاء في الجزائر والأشقاء في المغرب حجم ومكانة النادي الأهلي، وأنه يعرف أن النادي الأهلي هو كبير العرب وأفريقيا،
الكلام ده احنا بنسمعه من قامات كبيره جدا. فلما يجي واحد مصري زيك ويحاول يقلل من قيمه النادي الاهلي او يشكك في بطولاته وانجازاته، اعتقد انه ده لا يصح. بس بما انه احنا في زمن كل واحد بيقول اللي هو عايزه ومحدش فيه بيتحاسب، فمش عارف الحقيقه اقول ايه. بس في نفس الوقت خليني بقى اسمع ميدو اللي حضراتكم شفتوه ده، ميدو الزملكاوي. تعالوا نشوف ميدو الزملكاوي لما بيكلم ميدو اللي مش زملكاوي بيقول ايه. نسمع مع حضراتكم. ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. كل حاجه وعكسها عند ميدو، كل حاجه وعكسها، والكلام ده منه كتير جدا جدا. لكن اللي خلاني اقف مع القصه ما كانتش ابدا النادي الاهلي، لانه تقليله من امكانيات النادي الاهلي ومن انجازات النادي الاهلي ده منهج دائم عند ميدو وعند كتير غيره، لكن ده لا بيأثر ولا بيعطل. لكن كان يهمني جدا اشوف قال الكلام ده فين، والكلام اللي اتسمع ده اتقال على منصه اعلاميه في النهايه طبعا اشقاء لكنها غير مصريه، فبالتالي كان شيء صعب جدا وغير مقبول على الاطلاق.